الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعدت بهذا اللقاء الذي نظمه مؤسسة التناويع، لقاء أدبي، لقاء جميل، لقاء ماتع، استمتعت فيه بهذا الحضور، بهذا التنظيم، بهذا الترتيب، في هذا المكان الذي يجتمع فيه الشباب، يجتمعون على ما يكون فيه فائدة لهم، يعني تنمية لمواهبهم، تنسيقا لما يتمتعون به من ميزات، استخراجا لتلك المواهب، أيضا إضافة إلى تنمية المواهب أيضا حفظا لأوقاتهم بما فيه النفع والفائدة. إذا كان الإنسان أو إذا كان بعض الشباب يقضون أوقاتهم فيما يكون فيه تضييع للأوقات وبما يكون فيه انتهاك المحرمات فيما يعصي الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذه اللقاءات تكون بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى يوفق القائمين في مؤسسة التناويع لكل خير، وأن يجزي القائمين على هذا اللقاء كل خير، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم.